السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد وشرح جديد. في هذا الفيديو سوف نشرح طريقة استرجاع الأرقام المحذوفة، يعني أي رقم سبق وراسلته عبر الواتساب وتم حذفه سوف نشرح طريقة استرجاعه بهذه الطريقة البسيطة بدون استعمال أي برامج، فقط اتبعوا هذه الخطوات التي سوف أشرح. أولا، قبل البدء في الشرح، لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهيا بنا نبدأ الشرح على بركة الله. أولا، نذهب إلى تطبيق الواتساب الخاص بنا، بعد ذلك نضغط على الثلاث نقاط التي فوق هنا، ثم نضغط على الإعدادات، بعد ذلك نضغط على الحساب، ثم نضغط على طلب معلومات الحساب. الآن كل ما عليك فعله هو الضغط على طلب التقرير في غضون 48 ساعة، لا أعلم لمدى السنة، المهم في غضون 48 ساعة سوف يصلك التقرير، 48 يعني يومين إلى 3 أيام بأكثر، ولكن هو يصل في غضون يومين سوف يصلك التقرير على الشكل التالي. سوف أريكم، لقد سبق وطلبت التقرير من واتساب آخر حتى أكمل شرح العملية، هذا هو الواتساب الآخر، لقد وصلني التقرير. الآن عندما يصلك التقرير تقوم بتنزيله، ثم تضغط على أيقونة المشاركة التي هنا، ثم تضغط على النقل. الآن أنت إن أعطاك نقل إلى يعني استوكاج أو المعرض الهاتف الخاص بك، فقم بالضغط على نقل المعرض أو البطاقة الداخلية في الهاتف. أنا لم يعطيني، لذلك سوف أستعمل طريقة أخرى حتى لا نستعمل أي برامج. سوف أقوم بمشاركة هذا التقرير مع رقمي الثاني، أنت لا تقوم بمشاركته مع رقم غريب، قم إن كان لديك رقمان قم بمشاركة هذا الرقم أو قم بإرساله لنفسك في الواتساب، ونقطة، قم بإرسال هذا التقرير لنفسك عبر الواتساب. أنا سوف أقوم بإرساله لنفسي، ثم أضغط على علامة الإرسال، ثم نضغط على إرسال. بعد أن قمت بإرسال هذا التقرير لنفسي ولقد وصلني كما ترون، أقوم بالضغط عليه لأقوم بتنزيله هكذا. عندما أضغط عليه سوف يعطيني عارض الضغط ويب بي إس، تضغط على عارض الضغط ويب بي إس، هذا يأتي مع الهاتف، ثم تضغط على واتساب كونكشن التي هنا، ثم تضغط على كونتاكت التي هنا. كما ترون جميع الأرقام سوف تظهر الآن، أو كما سوف ترون إن شاء الله، كما ترون هذه هي جميع الأرقام التي سبق وراسلتها موجودة هنا، كما ترون العديد من الأرقام. وللمصداقية عندما سوف أدخل إلى الواتساب الخاص بي، سوف أدخل إلى الواتساب الخاص بي، فأنا ليست لدي كل هذه الأرقام في الواتساب الخاص بي كما ترون، فقط لدي لستة قليلة. كان هذا موضوع فيديو اليوم، أتمنى أن يكون قد أعجبكم وقد استفدتم، وإلى اللقاء.